مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. شرحنا لهذا اليوم عن تطبيق تليجرام، وتحديدا عن ميزة موجودة في تطبيق تليجرام أنه تعرف من يشاهد القصص بعد نهاية عرضها. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك الفيديو. مثل ما تعرفون تطبيق تليجرام سمح أنه ينشر القصص وتقدر تشاهد من اللي شاهده، لكن بعد نهاية العرض راح تظهر عندك بهذه الصيغة. راح ندخل على تطبيق تليجرام أشرح لكم حتى أشاهد القصص وأشرح لكم عنها. راح أدخل على تطبيق تليجرام، وهنا بالأعلى راح تشاهد قصصك اللي انت ناشرها وانتهت صلاحيتها. ندخل عليها راح تظهر القصص كلها، وبالأسفل عدد المشاهدين. لو دخلت على القصص راح يظهر عندك هنا المشاهدات 25 واللايكات 4. لو صعدت المنشور إلى الأعلى راح تظهر عندك فقط عدد اللايكات، ما راح تقدر تشاهد من اللي شاهد ثانيا. ينطيك بالأسفل خيار انه إذا تريد تشاهد المشاهدين فقط اشترك بالمميز. لو دخلنا الاشتراك بالمميز راح يظهر عندك سجل دائم للمشاهدات. إذا اشتركت بالمميز راح يعطيك من اللي شاهد القصص بعد 24 ساعة. هنا مثل ما تشاهدون معرفة من فتح قصصك حتى بعد انتهاء صلاحيتها، تمام؟ لكن كل المتابعين اللي كتبوا لي، أكثرهم كتبوا لي إنه هم يدخلون ما يشاهدون منه اللي شاهد بعد 24 ساعة، هم اشتركوا حتى يشاهدون هذه الميزة. فهذه الخطأ إما خطأ من التطبيق، أنه التطبيق عنده خطأ بالنسبة لهذه الميزة، أو أنه اللي دخل شاهد لك انفعل وضع التخفي. غير شيء ما ممكن، إما وضع التخفي أو أنه خطأ من التطبيق. أنا اللي أعتقده أنه أكثرهم مفعلين وضع التخفي وشاهدوا القصص مالتكم. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه، حتى لو واحد يجي يدخل ويقول ليش اشتركت. إذا تريد تشترك اشترك، إذا ما تريد، لأن اللي مشترك بالمميز ما راح يقدر ما راح تقدر تشاهده أنه دخل على القصص مالتك وشاهدها. نهاية الفيديو، أتمنى وصلتكم الفكرة. طلب لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي لكم مع ألف سلام.